الذي حكته او حكت عنه ده ضروره؟ نسيت واكلت الشطه فبالتالي اتعبها واتعب مكان العمليه فاحتاجت الى منوم عشان تستطيع النوم. هو ان كان هي اجرت عمليه وما اكلته يؤدي الى عدم تحملها لذلك وتتالم خلاص يعني، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا لا يفسد التتابع؟ لا لا يفسد لانها مريضه. نعم جزاكم الله خير. تريد ان تعرف علامات القبول للطاعه، وخاصه هي خصصت السؤال في هذه الجلسه التي تجلسها بعد صلاه الفجر، تقول انا لما لا استطيع ان اجلس هذه الجلسه احزن، وتسعد بجلوسها في هذه الساعات الطيبه التي تذكر فيها الله سبحانه وتعالى. نعم شيخ الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. مسألة القبول من عدم القبول هي مسألة يعني إيه لله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. لكن هناك علامات يعني يعرف بها القبول. من هذه العلامات أن الإنسان يشعر بسعادة وهو يؤدي العبادة. يعني وأنت تؤدي العبادة تستغرق فيها، تشعر بسعادة وأنت تؤدي هذه العبادة، فهذا علامة من علامات القبول. من علامات القبول أن تستمر على العمل الصالح. من علامات القبول أن توفق لعمل صالح على إثر عمل صالح. فكل هذا عده العلماء من علامات القبول. يعني الخروج من طاعة إلى طاعة. نعم. يخرج من طاعة يدخل في طاعة إلى طاعة. هذه علامة من علامات القبول. أيوة. وتصره حسناته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من صرته حسناته وساءته سيئته فهو مؤمن، وإنما يتقبل الله من متقين. يعني إيه؟ دليل مركب يعني. أسأل الله أن يرزقنا تقوى اللهم وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يرزقنا صالح العمل.